وبهذه المناسبة يسرنا يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي محميد المحميد. مساء الخير أستاذ محميد. مساء النور. بداية، لا شك جلالة الملك المفدى يحرص دائما على تكريم الكوادر الوطنية المتميزة في مختلف المناسبات الوطنية. اليوم شهدنا تكريم الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا. يعني كيف ترى دلالة ذلك وأثرها على نفوس المكرمين وأيضا على أثرها على دعم العمل الوطني والارتقاء حقيقة بمختلف المجالات؟ بداية نتشرف برفع أسماء آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبة بالأعياد الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم. لا شك أن التكريم الذي حصل اليوم هو تكريم لجميع أفراد فريق البحرين. اليوم المواطن البحريني كرم في هذه الاحتفالية التي تفضل بها سيدي جلالة الملك، وتكريم للجميع. توج ذلك بتكريم سيدي صاحب السمو ولي العهد وجميع المسؤولين في والمتطوعين والموظفين في الصفوف الأمامية الذين واجهوا هذه الجائحة بكل تفاني وبكل إخلاص، واجهوها بقيادة سمو ولي العهد بروح فريق البحرين. وهذا أمر وحد جميع أفراد المجتمع البحريني، ليس فقط المواطنين ولكن أيضا المقيمين فيه. فاليوم الجميع كرم، وجدنا وشاهدنا تكريمنا من خلال تكريم سيدي جلالة الملك للجميع. هذا الأمر وهذا التكريم يشكل لنا وللجميع المزيد من الحافز داعم لكثير من الأعمال للمواصلة. ليس النجاح فقط أن تحقق أو تصل إلى القمة، ولكن النجاح والتميز أن تحافظ على هذه القمة. التكريم اليوم هو تأكيد لمواصلة النجاح بكل تميز وعشق التحدي الذي دائما يحمله سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نعم أستاذ محميد، يعني كيف تقرأ مضامين الكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المفدى اليوم في حفل التكريم؟ مضامين كلمة جلالة الملك الله يحفظه اليوم حملت مصطلح جدا جميل، وهي الأمانة. دائما ما نقول ونربي أبنائنا على أن الوطن أمانة. الإشارة الرفيعة والكريمة التي أشار لها سيدي جلالة الملك الله يحفظه، أن الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها، أمانة في العمل والإنجاز، أمانة في خدمة الوطن والمسؤولية، أمانة في الوفاء والولاء لهذا الوطن، أمانة في التعاون والتكاتف، أمور كثيرة. فهي تحقق، ومن خلال هذه الأمانة نحقق تشييد الدولة، القيام بالنهضة، تماسك الأسرة الوطنية الواحدة التي أشار لها سيدي حضرة صاحب الجلالة. الأمانة كبيرة وعظيمة، توجت هذه الأمانة اليوم بهذا التكريم الكريم من سيدي صاحب الجلالة. وبالتالي نحن لابد أن نحافظ على هذه الأمانة، أمانة لخدمة الوطن كما أشار له جلالة الملك بأنها مسؤولية واجبة لخدمة هذا الوطن الغالي. أستاذ محميد، ورد في كلمة جلالة الملك المفدى أن المملكة سعت إلى إرساء دعائم السلام مع الحفاظ على حقوقنا الوطنية والسيادية. كيف تقرأ هذه العبارة؟ هذه العبارة تنطلق من رؤية جلالة الملك الله يحفظه، من الرؤية الإنسانية وثوابت وطنية راسخة في هذا المجتمع، وهي السلام والتعايش والاستقرار والأمن. وربط ذلك أيضا بالازدهار والاستقرار. فالتسامح والسلام الموجود في البحرين هي رسالة وطنية وقصة نجاح بحرينية دائمة ومستمرة نقدمها للعالم. قد لا تكون لدينا إمكانيات الدول الأخرى، ولكن لدينا رسالة وطنية تسع العالم كله من خلال هذه الرسالة الإنسانية للسلام والتعايش والتسامح. نعم، الكاتب الصحفي محميد المحميد، شكرا جزيلا لك ونشكر لك حضورك. شكرا لك. شكرا جزيلا.